لان ينضم الينا عبر الهاتف من طول كرم خالد بدير مراسل الغد. مرحبا خالد، اريد ان ابدا معك بما افدت به منذ قليل بان جيش الاحتلال اقتحم مدينه قلقيليه شمالي الضفه الغربيه. نعم بالفعل صلاح، اقتحام في هذه اللحظات لحي النقار على وجه التحديد في مدينه قلقيليه شمال الضفه الغربيه. قوه عسكريه اسرائيليه اقتحمت المدينه من المحور الشرقي لها، وتتمركز الان في محيط منزل عائله الشهيد قسام عبد الحافظ والذي استشهد قبل نحو 14 خلال اقتحام المدينة. في هذه اللحظات عملية مداهمة لمحيط المنازل في تلك المنطقة واستمرار تحرك الآليات العسكرية الإسرائيلية بمحاذاة مسجد الفاتح ومسجد التقوى بمدينة قلقيلية تحديدا. يعتبر الاقتحام أنه لا يتركز باتجاه العمق بقدر أنه يتركز على أطراف المدينة الشمالية الشرقية في هذه اللحظات. طبعا يأتي هذا الاقتحام في ظل اقتحام تشهده حتى هذه اللحظة بلدة قباطية إلى الجنوب من مدينة جنين. ما يحدث الآن من اشتباكات صلاح توثقها مقاطع فيديو مصورة من قبل أهالي البلدة هي ساحة حرب بكل ما تحمل الكلمة من معنى. تتركز هذه الاشتباكات وسط البلدة في محيط جبل الزكارنة على أقصى الأطراف الشمالية من بلدة قباطية. نعم. اشتباكات مسلحة. هل هنالك إصابات خالد جراء هذه الاشتباكات؟ حتى هذه اللحظة لم يرد عن إصابات. قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق نيران كثيفة باتجاه مركبة فلسطينية، وهرعت مركبات الإسعاف إلى المنطقة ليتبين لاحقا أن المركبة لم يكن على متنها أحد. عشرات الرصاصات أصابت هذه المركبة لكن لا إصابات حتى هذه اللحظة. هنالك حملة مداهمات تتعرض لها عدة منازل في محيط جبل الزكارنة وتستهدف على وجه التحديد طبعا مطاردين فلسطينيين يطالبهم الاحتلال بتسليم أنفسهم، وهذا جزء من مشهد طبعا الضغط على المطاردين باقتحام منازل العائلات بالعبث بمقتنياتها وتخريبها في ظل طبعا استمرار حملة الاعتقالات في مدن الضفة الغربية، والتي أيضا يعني في هذه اللحظات صراحة هنالك اقتحام تشهده الآن مدينة أريحة وسط الضفة الغربية من المدخل الشرقي. عدد من الآليات يشن في هذه اللحظات اقتحام وحملة مداهمات، ونعلم أن مدينة أريحة لليوم الثاني ودخلنا في اليوم الثالث على وجه التحديد بعد انتصاف الليل بعملية المطاردة لليوم الثالث لمنفذ عملية العوجة التي أسفرت عن 3 إصابات في صفوف إسرائيليين، جراح أحدهم وصفت بالخطيرة. طيب بالتأكيد سوف نتواصل معك خالد بدير مراسل الغد، كنت معنا من طول كرم، أشكرك.